السلام عليكم. تفضلوا استريحوا. شكرا. السيد الرئيس، السيدات والسادة، الحضور الكريم. عبور جديد، وصف يمكن أن يطلق على كثير من الإنجازات التي تتم في مصر يوما بعد يوم، والفاصل بينها أيام لا أكثر. لكن وصف العبور الجديد هذه المرة هو وصف دقيق واسم على مسمى. فأنفاق بورسعيد عبور آخر يضاف لتحقيق مزيد من التنمية الحقيقية على أرض سيناء، بعد أن امتد الإنجاز إلى ربوع مصر كافة، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، لتتحول مناطق عانت لسنوات من نقص الخدمات والإمكانات إلى نقاط تنمية ومصادر جذب للحياة. واليوم كانت سيناء أرض الأنبياء على موعد مع أوصال التنمية وشرايين الأمل، بدءا باجتثاث الإرهاب وتطهيرها، ومرورا بأنفاق الإسماعيلية، ووصولا لهذا اليوم الذي يفتح آفاق طفرة محققة بإذن الله لأهلها بل وللمصريين جميعا. وخير ما نبدأ به يومنا آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. بلى وهو السميع العليم. لا تقوم دولة بغير صناعة حديثة ومعرفة تكنولوجية